لا خويا ما تسالونيش عليهم، حنا كنجيو كنتفرجوا في الرجاء، جيت نتفرجوا في الرجاء واجده شنو لقينا هاد البلدي ما فهمنا حتى شي حاجه، وهادشي راه محسوب لا على خويا ما كازا تسأوليش ايفنت، على هادشي، حنا ما مسؤولينش على هادشي، هما اللي خاصهم يجمعوا، حنا كيخليو لينا المسؤوليه على هادشي هذا، ما عرفتش هما كيتخلصوا وكيخليو لينا المسؤوليه، ما عرفتش علاش اخويا، خاصنا نلقاو داكشي نلقاو، هما كيقول لك خاصكم نتوما اللي تجمعوه والشركه كتخلص، وكيجي يقول لك علينا حنا هادشي، ما عرفتش نديرو مع هاد الناس هادو صح، شان نقولوا لهم الله اعلم، خليناهم الله سبحانه وتعالى. كذب عليك هذا الزبل هذا كامل، هي مخالفات عاديه تطرا في اي جمهور، ولكن الشركه اللي تكون مسؤوله على الملعب بحال دابا الملعب ديال ستاد دونور كازا ايفنت اخويا راه هي العائق الاكبر في هذا الشيء هذا كامل، لا من نحو لا من المستوى ديال التنظيم لا مستوى ديال التنظيف لا شحال من حاجه. كازا ايفنت اخويا راه شركه بلا والو اخويا، كذب عليك ما شركه ما والو، شنو من الاحسن ينفصلوا على الراجل على الويده، وهذا هو شنو نقول لك، تتخلق الفتنه ما بين الجمهور بحال هكا ملي كتقول لك الجمهور الراجل هو اللي يسب في هذا الشيء هذا كامل انه السبب للازبال هذه، فاخويا نكذب عليك المخالفات هادشي كله كيرجع كازا ايفنت، الشركه المسؤوله ديال هادشي كازا ايفنت وديما راجا. تحيه تحيه. حنا مقطعين ورقه كنبغيو نريحو مرتاحين وكنلقاو الزبل حشومات، كنا حملو مسؤوليه على الشركه، حنا دابا كندخلو نتفرجو في التيران وهذا ومكيحيدوش الزبل وهذه، حنا كنبغيو نريحو في بلاصه نقيه وهادشي هادشي اللي كاين. المسؤولين على التيران ما كانوش ما مسوقينش هما هادشي، كون كانوا مسوقين هما اللي غيتكلفوا بهادشي ديال التيران، هما اللي غينقيو هما اللي غيتكلفوا، حنا اصلا كنخلصوا باش هما ينقيو، ماشي حنا نجيو باش نجلسوا في زبالة وفي الاخر يقول لك شكون الجمهور ديال الراجا، ماشي الجمهور ديال الراجا اللي كيدير هادشي، هما كازا ايفنت اللي مسؤول على هاد الجميع وعلى هادشي كامل.